مفهوم الموسيقى. الموسيقى هي تأليف الألحان وإيقاعها وتوزيعها والتطريب بضروب المعازف، ومنها موسيقى راقصة، موسيقى هادئة، موسيقى غربية، موسيقى عربية، وموسيقى عسكرية. إن الموسيقى هي أصوات تمتلك تناغما وإيقاعا، والعلم المختص بها هو علم يبحث في أصول الأنغام. ويعتقد العلماء أن لفظ الموسيقى هو لفظ يوناني الأصل، وقد كانت تعبر سابقا عن الفنون عامة، إلا أنها بعد ذلك أصبحت تعبر عن الألحان والنغمات فقط. وتستخدم الآلات الموسيقية المختلفة في التعبير عن الكتابات الموسيقية، حيث يصدر كل منها أصواتا مميزة ومختلفة عن الآخر، كما أنها تستطيع التعبير عن مشاعر مختلفة دون النطق بأية كلمة. فهناك موسيقى تعبر عن الحزن، وأخرى تعبر عن السعادة، وهناك موسيقى تولد الحماس. أما عن أهمية الموسيقى في حياتنا، فقد وجدت العديد من الدراسات أن للموسيقى فوائد وآثار إيجابية عديدة على الصحة النفسية والجسدية للإنسان. ومن أهم هذه الآثار ما يأتي: تحسين المزاج، تنمية العواطف، خلق السعادة، الحد من التوتر والقلق، المساعدة على الاسترخاء، تحسين الذاكرة في حالات السكتة الدماغية، التخفيف من الألم، توفير الراحة، تعزيز قدرة التعبير عن المشاعر، تحسين الإدراك خصوصا لمرضى الزهايمر، تحسين الاستجابة الاجتماعية لمرضى التوحد. أما بالنسبة للآلات الموسيقية فهناك أنواع كثيرة، منها آلات الوترية، الآلات الإيقاعية، وآلات النفع. كما تعددت أنواع الموسيقى مع مرور الوقت، ما بين الموسيقى الأندلسية والجاز والكلاسيكية واليابانية والعربية وموسيقى العصر الجديد والموسيقى الإلكترونية.